أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم يا إخوان. حضرنا حاسس إني ماني متعود إخوان، زي ما تعرفين يعني ستاب جديد و ليه تحس إني يعني جديد عليكم برضو لازم. هلا وسهلا بكم يا إخوان في الحلقة المنتظرة من سلسلة المقالب، حلقة أحمد شو اللي بالمناسبة هي آخر حلقة في هذا البرنامج. والله حتى أنا حزين إخوان. يعطيكم العافية إخوان على كومنتات الحلقة الأخيرة من سلسلة المقالب هذه اللي كانت مع أحمد المهاوش. كومنتات كانت جامدة، دقيقة طلع لكم إياها. الكومنتات كانت جدا رهيبة وكثير كان عاجبهم أداء المذيع أكثر في هذه الحلقة بالذات. لو باقي ما شفت الحلقة راح أحصل أربطها إن شاء الله تحت في الديسكريبشن. ما علينا من هذا، كل اليوم متحمسين جدا نشوف وش اللي راح يصير مع أبو شو. عبد الله متواجد حاليا في دبي وما أحكي لكم يعني عن استعداد عبد الله لهذا المقلب. مستعد أبو عابد بشكل مو طبيعي. ولا في أي استعداد. أوه. يلا مو مشكلة يا اخوان، انتم مو مستوعبين انا بسوي مقلب في احمد شو. احمد شو اذا من اللعبة يعصب كذا. الله يا اخي، فما بالكم لما نجيب له اسئلة استفزازية في النهاية يكتشف ان الموضوع مقلب وطلعنا انا. الله يستر يا اخوان، حاسس ان المقطع هذا ما راح يعدي على خير. لازم انا توني صاحي من النوم يا اخوان، واحمد شو باقي له تقريبا 45 دقيقة ويوصل للاستديو، فلازم الحقه واصل هناك قبل لا يجي ونستعد للمقلب. اوكي يا اخوان، حكمنا حلقتنا اليوم غير، اطلالة مذيعنا اليوم برضه غير. والله شكرا، جايب لوك رجل عصابات استعدادا للحمة، راح انقض عليه اليوم. ممكن هو ينقض علينا الله اعلم. والله شوف في توتر، لكن ان كيس صار شيء ولا شيء انتم موجودين يعني. لا انا ماني موجود لو صار شيء. لا حرام عليك، الرجال معضل وهذا يدخل. والله اللوك هذا اللي انت لابسه ما تنجح تصدقني. الممتاز في حلقه اليوم انه سعد واحمد اتوقع ما يعرفون بعض، هو ما يعرفه واحمد ما يعرف الثاني، فكون مكس ممتاز. مع اني انا والله متخوف شوي لاني ما اعرف طبع الولد، هل راح الولد ترى جدا هادي. لا انا صدق كلام عكس ذلك تمام، لكن ان شاء الله ان شاء الله انه ما يصير شيء. لا يا شاعر، صدق الولد هادي وقلبه طيب دائما وما يعصب ولا شيء. ضيف برن هذا دقيقه واحده. دقيقه تحط اسمي. الو، السلام عليكم. مرحبا احمد، كيف حالك؟ الحمد لله. 12 دقيقه. يلا يا سيدي بانتظارك. والله بس سهتر 12 دقيقه احمد شو صار موجود في الاستديو حاليا، وصار الوقت اللي نبدا فيه مقلب الاستفزاز يا احمد. متابعينا الاعزاء في برنامجكم، برنامج الجميل النجم الصاعد، مع ضيف جديد متالق زي اي ضيف جبناه في البرنامج. ضيفنا اليوم احمد شو. يا مرحبا الساعه، يا هلا، نورت المكان حقك، نورت الاستوديو. سعيد جدا تواجد في الاجواء الجميله. يا سلام، المقابله باديه يا اخوان اعلى درجات الرسميه اللي شفتها بحياتي، يعني من جد من جد اللي يشوف المقابله هذه يقول مقابله تلفزيون. هلا وسهلا، كيف الحال؟ والله بخير. او احمد شو ايش يقول لك؟ سعيد بالتواجد بالاجواء الجميله هذه. شوف اذا كانت الاجواء بتستمر جميله لنهايه المقلب ولا لا. قبل لا تكملون الفيديو يا اخوان، حاب اقول لكم انه موبايلي رجعت اخيرا للبطولات ايجنيشن سيريز العام 2022. التصفيات التاهيليه لهذه البطوله راح تكون بتاريخ 16/6/2022، اما دور ال 16 وربع النهائي بيكون بتاريخ 17/6/2022، ودور نص النهائي والنهائي راح يكون بتاريخ 18/6/2022. طبعا راح يكون في بث لكل المباريات الحماسيه هذه. اي واحد محترف باللعبه، روابط التسجيل ما زالت مفتوحه، تحصلوها تحت في الديسكربشن، سجلوا فيها. فالكم التوفيق. اوكي، راح نبلش بما ان البدايه كانت يعني سريعة. عرف عن نفسك. يوتيوبر ينزل محتوى يعني تقريبا 90% من قول له خلاص كافي. دائما احاول يعني بعرف عن نفسي بشكل مختصر، دائما بحاول اني اتغلب على نفسي في كل مره، احاول انزل فيها مقطع او اني اتواجد او يكون لي بصمه في اي مكان اني اكون بس أحسن. يعني احنا نبدا باختصار يعني يعني يوتيوبر. يوتيوبر فيفا وينزل محتوى فيفا. تمام. ايش اكثر لعبه تستمتع وانت تلعبها؟ لعبه فيفا هي اللي ينزل عنها المحتوى. تلعب فيفا؟ اي جزء؟ 22. الاجزاء السابقه كيف كانت معاك؟ ممتاز. كلها يعني حريف في الاجزاء؟ لا انا ماني حريف مره، ماني بروفيشنال، لكن في صناعه المحتوى اعتبر يعني شخص متميز. ممتاز. الباقي والله كفو، وهذه شهاده حق تسلم لابو شو انه واحد من اساطير المحتوى العربي في اليوتيوب. ايش كان افضل جزء؟ زين، شو كان افضل جزء او افضل موسم لفيفا؟ افضل جزء كلعب كجيم بلاي فيفا 17. 17. اتفق. طبعا المذيع هنا قاعد يقول اتفق، هو حتى فيفا 15 ما لعب. معني انا اشوف ان 22 افضل، يعني تحسنت كثير جلتشات، بس 17 مش طبيعيه. من النوع اللي تستغل الجلتشات هذه. لا 17 كان فيها في تميز، في لعب مفتوح، في خيارات كثير. 22 كل ما نزل تحديث كل ما قللوا الفرص على المرمى، كل ما قووا حاجات. وقف لعب مع الوقت يصير ممل. اوكي وصلت. تمام، كيف انشهرت وهل تشوف نفسك مشهور؟ انشهرت عندي سلسله كارير مود لاعب، نزلت حلقه كذا في بدايه فيفا 16، نزلتها نمت صحيت حصلت مشاهدات 1000 مشاهده حاجه زي كذا. قول لي عدل جلستها. بس حاول انك تعدل جلستك، يعني احس انه تبغى
تاخذ راحتك اكثر. لا تمام كذا تمام. اي مين يعني اذا حاب. لا خذ راحتك تمام تفضل. زي ما تلاحظون اخوان قاعدين نحاول قد ما نقدر نستفز احمد. بس اذا لا احمد هاد فيفا 17 لا فيفا 16 نزلت مقطع هو اللي منها الانطلاق الحقيقي. السؤال اللي بعده ايش سر تسميتك باحمد شو؟ زمان كنت ابغى اسوي برنامج ايام يشيل لي ولا يكثر وعلى الطاير، وقلت انا بسوي لي برنامج اسميه احمد شو بس كذا. بس إيه. فلما فتحت قناتي في اليوتيوب سميته احمد شو. والله انصحك تغير الاسم مو عجبني. بس انا اشوف كنصيحه اشوف انك تغير الاسم صراحه. ما ادري ليش، لان احس ان الكل طالع بنفس الاسم احمد شو. لا ما في فلان شو فلان شو كله شو. يعني لو في انك تجيب اسم شويه مختلف عن باقي البرامج اللي موجوده. اي بس قد مشيت وخلاص صار براند، صعب اني اغير. صعب جدا اني اغير، خلاص قد مشي وصار براند وصار موضوع متعلق. واذا قلت لك عشان خاطري غير في مجال؟ لا والله لو 10 زي انت غلطت علي. لا بس قبل لا تسأل السؤال هذا وقف. اوكي السؤال هذا ليش تهربت من مواجهة ابو فلة في فيفا؟ هل كنت ما خلص سؤال؟ جوي الاسئلة. هل كنت خايف تتفشل قدام الملايين؟ لا ابو فلة هو اللي تهرب. تصريح قوي هذا، تصريح قوي جدا. اي هو اللي يعني ما التزم، كان بيننا موعد ما التزم فيه، والرجال يعني مشغول ومعذور. مستحيل يعني انا مش مرتاح بالجلسه. ما اعرف ابد. خذ راحتك مره تربع. انت مرتاح؟ انا جدا مرتاح. مرتاح. وقفوا اثنينكم مع بعض. ممكن نوقف شوي بس وقف. ما في مشكله. ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. في فارق طول كبير. الله يخليك. تفضل استريح استريح. ولا اقول لك خلاص 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 تمام. اتمنى ان يعني هو ابو فلة تهرب من المواجهه. اي نعم. ليش يعني هو خايف مثلا؟ والله ما ادري. هو بعدين ابو فلة لعب مع دحومي فاختار خصم ثاني. ممكن اختار خصم اضعف. الله العالم. يعني انت افضل من دحومي؟ يعني انت تشوف نفسك اقوى من دحومي؟ طبعا. وين دحومي وين؟ انا اشوف العكس. يعني انا اشوف صراحه العكس. وحتى انا قبل لا اجي قالوا لي احمد شو. ايه؟ انا وقالوا لي في الرياضه والتعليق وهذا. انا صراحه للاسف يعني انا اتاسف منك بس ما شفت لك مقاطع، لكن دحومي حارق. انا اشوف كل مكان بالريكومندد بالاكسبلور. ايه دحومي ماخذينه كترند وكميمز وكذا، هو ستايله مختلف. انا حاجه ثانيه. شوف الحين هذا مو سؤال يعني بيني وبينك، هذا مو سؤال. هذا بس راي عندي يعني. انا بس ودي اقول لك اياه اوصلك اياه. شوف القصه الشعر الطويل، انا الصراحه ما يعجبني لما يكون بالطريقه هذه. هذا رايك الشخصي يعني؟ هذا رايي الشخصي يعني. ورايي مهم. بس على فكره دائما يكون رايي مهم. ليه؟ اللي دائما اللي حولي يمشون على رايي. يعني مثلا انا قلت لك املط تاخذ كلامي؟ رايك مو مهم. باخذ كلامك اذا كان رايك مهم، بس انا بالنسبه لي صراحه مش مهم اذا قلت لي شيل او لا. نفس الكلام. احمد شوي انا استخدم بطاقه اونو يا اخوان، جعل الموضوع عارفين. بس والله مستغرب يعني لهذه اللحظه احمد شوي الان يعني مسيطر على اعصابه. تمام. ايش اكثر لعبه تخليك تفقد اعصابك؟ لعبه فيفا. ليش؟ اكثر لعبه تخليني افقد اعصابي. ليش؟ هل لانك ما تعرف تلعب؟ لانه انا ماني بروفيشنال. ما تعرف تلعب؟ ما لا لا ما اقول لك ما اعرف العب، اعرف العب لكن ماني بروفيشنال. فانا معرض دائما للخساره. معرض دائما للخساره. إيه نعم. دائما اللي دائما يخسر فهو ما يعرف يلعب. لا مو بالضروره يعني، مثلا عندك خلينا نقول تشيلسي، عندك برشلونه، هذا دائره. انت بعدك بتدخل في شرح طويل عريض. ايوه انا اقول لك يعني. لا لا خلنا على السؤال اللي بعده. كم تيشيرت شقيت وانت تلعب؟ خمسه يمكن عدناها ذاك اليوم، خمس تيشيرتات. انا لما شفتك ضحكت قلت الحين بيقول 200 300 ولا. لا لا خمس خمس تيشيرتات. خمسه بس؟ ايه عادي خمسه. انا شقيت خمسه بدون تصوير. اوه شيء. حتى انت مره تفرق. انا العب جيم فعندي اوقات الباي والتراي. يعني والتشيس يعني ينفخوا فاضطر اني انا يعني اقص حول اشياء ثانيه امسحها او شيء يعني. اوكي فاكثر. تمام. ايوه هذا لانك انت قلت لي بدايه الحلقه ما اخذ سي 4 وكافيين وما هذا. انا قلت لا عشان السيفتي، عشان ما يصير اي شيء غلط بيني وبينك. عندي اثنين بودي جارديه. لو تلاحظون يا اخوان احمد شو كذا كم محتار يوم دخلوا التوأم كذا جايين كانهم بودي جاردز، قاعد يطلع يقول عمي ايش في، انا وين، انا ايش جابني هنا، اللي قاعد يصير حقيقي ولا انا حلمان وبعد شوي بصحى من النوم. بيني وبينكم وقتها حتى ترك الضايع، ترى ما كنت ادري انه بيسوي الحركه هذه ويدخل التوأم بنص المقلب. بس اني ويز خلونا نكمل. خليهم يمشوا خليهم يمشوا. خلاص حركوا ارجعوا خلاص توكل امشوا. تمام. ليه تبالغ بردة فعله؟ تصنعها يعني بالاخير، هي مجرد لعبه، اي مجرد لعبه اللي انت قاعد تلعبها الفيفا يعني، اي طفل يقدر يستمتع فيها. ليش انت يعني ردة فعلك مره يعني
متصنع. ما مو متصنع لا، هذه كاريزمتي، هذا ظهوري امام الكاميرا، يعني هذا يثبت للمشاهد انه انا الشيء اللي اسويه يهمني. صرخ وقول الا متصنع واحبه زي ما يهمك. بس انا اشوف ان انا متصنع، فيها تصنع. لا لا لا، انا شفت كذا حلقه، اي واحد يقدر يعصب اقدر اشيل هذا الحين واكسر. حلو، انتهينا. يعني ايش يعني اذا شليته كسرته؟ يعني انا مو عصب، مو من النقطه هذه انت حتشيله فجأة، لا، حيكون في احداث قبلها، صار كذا، انا صار معايا، تعبت، بنيت فريق، حظي، فاهم؟ حتى لما نوصل للمرحله هذه ان انا كسرت، المتابع حيكون متفهم. ولا ما اقتنعت اني معلش ما اقتنعت، انا هزيت راسي بس ما اقتنعت. لا لا لا، صدقني انت تابع وحتعرف انه لما انا اشوف تيشيرت او كسر يد هذا يكون بعد احداث، فاهم؟ ما راح اتابع بس يلا مو مشكله. دقيقه دور دور على كرسي وقعد. بس انا عندي الايباد، في مشكله. معلش انا تذكرت اللعبه تبع مش وقتها ابدا، انا عندي بنتي الصغيره لعبت معاها قبل اجي، تذكرت الموقف. معلش الله يخليها. ليه انت بالبثوث شخصيتك وقحه؟ ودعين سؤال مع المتابعين تتطاول عليهم، يعني انت معصب مستفز، يعني تاخذ يسار شوي. شوف انا اقول لك، ممكن عندي مشكله انه احيانا اركز على بعض التعليقات السلبيه، اكون مشدود في البث بحكم اللعب، بحكم المباراه خسرتها، بحكم البكيجات، فاهم؟ ممكن انا اشوف هذا ده مش ممكن، اكيد اي اكيد إيه. لكن بشكل عام لا، مو دائما بهذا الشكل، ولا دائما مو هذا الشكل اللي انا احبه. انا دائما اشوف الاشياء هذه تتكرر معك، كيف انت حسبتها مو دائما؟ لا خفت الفتره الاخيره، خفت بشكل كبير، ولا بالعكس زاد؟ انا اشوف بالعكس انه زاد. انت ما تتابع؟ ما تابع بس توصلني يعني المعلومات. مو هذا محضرين لك؟ لا هو لان قاعد الفريق الاعداد متابعينك اول باول. فريق الاعداد بحث عن، ما اتوقع انه ما حد فيه ما حد يتابع، لكن مو انا دائما اضرب. هل تعلم ان فريق الاعداد هو السبب الرئيسي لنجاح هذا البرنامج؟ يعتبر اقوى فريق اعداد عالميا، تقييمنا العالمي بلس 8. الله يسر لكم. تمام، حلو. يعني السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعد ان شاء الله. شوف قبل نروح السؤال اللي بعده، ممكن توقف؟ ليه؟ بعد اذنك. لا لا لا، وينت؟ تو ماتش تو ماتش تو ماتش. بعد اذنك. لا لا اعتذر، انا مرتاح كذا. بسرعة. تبغاني مرتاح؟ تبغاني مرتاح؟ انا مرتاح كذا. هذه القعدة 100% اي. عشان خاطري، وقفة واحدة. لا. روح السؤال اللي بعده يا مسلم، عندنا ترى يعني الوقت، وقت مهم، وقت ثمين. كيف؟ الوقت ثمين. شكلك تضايقت مني. لا لا لا، بس انه ما في سبب منطقي نوقف انا وياك. لا ممكن، انا في فكر في بالي ابني على الوقفه هذه. صعبه صعبه. ممكن تضل جالس؟ ايه انا جالس. اوكي تمام. مره كنت تلعب مع احد انا اعرفه. إيه؟ انا ما اعرفه فعليا لاني انا ما شفت الحلقه، بس بصياغه الفريق الاعداد، وجلدك وقلت له بالبث انت قاعد تلعب. ليه صعدت الموضوع لهذه الدرجه؟ ليش وصلت لهذا الليفل؟ ليش وصلت؟ انا بقول نسوي سكيب للسؤال ده، ما ينفع، لانه اصلا انا طلعت اعتذرت، انا غلطت هنا، اعتذرت، قلت انه مفترض انا ما اطلع بهذا الشكل، وهذا الشيء اصلا اثر، كنت انت انفعلت يعني وقتها. ايوه اثر على سمعتي وكذا، شيء ماني فخور فيه بكل امانه. ذاك الشيء اللي صار، موقف ذاك مع ذاك الشخص، لعله تعمد انه يعني يسوي ستريم سنايب علي او لا، ما ادري، ما بحط الشيء في ذمتي، لكن انا اخطات، طلعت مع فهد التمساح. شجاع ان الشخص اللي يخطا يرجع يعتذر. أيوة واعتذرت يعني ما هو بكل امانه، يعني ما كان. متى صار الموضوع هذا؟ قريب؟ قريب، يمكن قبل 5-6 شهور. 5-6 شهور. يب. طيب خلينا نغير الجو، وقف شوي. خلاص خلينا نغير الجو، احس انه صار في توتر، توقف. لا خلينا نكمل زي ما احنا. ما ودك توقف؟ لا انا مرتاح. هي موجوده في خاطري هذه انك توقف صراحه. روح تمام. اسمح لي انا اسف، شوف التاخير اللي قاعد يصير من الايباد. ما مشكله، يعلق كل شوي انا شايف. معلش انا اسف، استوى اشتغل. تمام. كم تجلس على المونتاج للحلقه الواحده؟ يعني انا اتوقع انا بالبساطة الحلقات اللي عندك اتوقع ساعه او يمكن ساعه. لا الكتكت الحاله تاخذ اكثر مني.
الكتكت الحالة تاخذ مني 3 ساعات، امنتج اذا صحيت 8 صباح اليوم عندي مونتاج ابدا الساعه مثلا 9 10 واخلص على يمكن 9 10 في الليل، مع ان انا لما شفت الحلقه كان ساعة ونص في شغل صورت اختيار موسيقى اختيار لقطات زوم مؤثرات فاهم. لو سمحت بدون كذب يعني لو سمحت لا انا اجهل في مواضيع المونتاج بس بدون كذب فعليا كم تاخذ؟ فعلا ياخذ مني وقت طويل اذا كنت بطلع بمقطع كويس لابد اني اتعب عليه لابد اخذ وقت طويل. غريبه مع ان اشوف الحلقه ما تستاهل بس لا تستاهل سبحان انت ما تتابع انت روح تابع بعدين فاهم ان شاء الله رايك نجنبه اللي انت تتابع صح صح يعني ما اتوقع انه راح بس يعني مو مشكله يوتيوبر تحب طريقته ومونتاجه عندك شو اسمه توبس سعد عبد الله شو رايك فيه سعد عبد الله اعرف والله سلامته ما سمعت فيه ما قسمت واحد ما شاء الله تبارك الرحمن من اقوى المحتويات اللي يقدمها بس انت قلت اسم ثاني توبز مين توبز عبد الله توبز كيف محتواه محتوى كوميدي لطيف تابع المقطع فرفوش من يوم تخش المقطع انت مستمتع الى النهايه والله نقلي الحياة يا اخواني والله حبيب حبيب والله يا جو رب الكعبه يعني احرجني احرجني اكبر من كذا اني بطلع له نهايه المقلب عارفين راح نشوف محتوى هذا ممكن اشوف محتوى انا المحتوى الرياضي انا ما احب اوكي تمام قوم تمرن تقدر تقوم تتمرن انا لا تبغى اسوي لك بوش اب يعني اي تمرين لا لا سكواد انا وانت لا ما يحتاج سكواد جوله واحده اذا بتقوم انا عشان قوم كم تبغى 5 اي 5 والخامسه اثبت خلك ثابت تحت هني اثبت ولا اللي بعدها اي لا خلاص ترى تحت دورك احسنت لا لا انا اعتذر لا ما يصير انت اعطيتني جوله جولتك الحين اوكي هنا من جد عاد من جد احمد خلاص وصلت مع حربيه قاعد يقول لا ما ابغى اجلس خلاص عارفين واحد ذيك الضحك اللي كان قاعدين يشوفه طول الفيديو اخر سؤال الحمد لله انا اللي ودي افتك من المقابله الساعه المباركه طفشت يا جماعه والله طفشت كم تاخذ على الاعلان الاعلان كم اخذ لا قبل تجاوب يعني انا بتوقع 375 375 ايش ريال لا وين هذه طبعا اكثر اضعاف يعني كم يعني انا خليني اقول كذا اعلان واحد براتبك شهرين ول يا ساتر كان يقدر يقول اي شيء لكن قايل لكم خلاص عصب وقاعد يشخصنها معاه تمزح ايه تمزح الله راتبي انا شهرين ايه راتبك شهرين انا راتبي الحين 1000 يا شباب كم انا اخذ 1000 يعني شهرين 2000 اوكي يعني يا سيدي راتبي شكله 4 سنوات اشهر اي اوه اشهر وسنوات الله يزيدك الله يزيدك بالله براتب شهرين اعلان واحد راتب شهرين والله لا جدتك جلت ارفع ضغط النور يا اخي والله هذه الاسئله كلها مكتوبه من فريق الاعداد فريق الاعداد هو معاي على الخط عشان تكون فاهم الصوره للامانه ما ادري ايش اقول صراحه يعني انا اذا انا متوتر ما في طق ما في شيء يصير ان شاء الله بالتصوير الله ييسر ان شاء الله اتمنى انه يعني المقلب بعد مقلب خفيف بسيط لطيف ايش اكثر سؤال استفزك؟ خلاص يا اخي انت ليش في البث مستفز وما ادري ايه يو الله لازم قدام استفزك يعني شوف احمد شخصيه يعصب بس صراحه انبهرت انه يعني انت مالك نفسه والله والله انا توقعت ردة فعل مختلف انا توقعت تكون بتشيل عشان كذا قللنا الشغلات اللي على الطاوله بس خلينا نسوي كثير اشياء هذا يكون في عصا شيء بس قدرنا نقللها اليوم الحمد لله طبعا هذه اخر حلقه كلمه تقولها في النهايه ولا شيء والله ما اقول ولا اي شيء ولا مره طيب هل في ازعل شيء ولا لا عادي اوكي اخواني هنا وصلنا لحد الفيديو شكرا سعد شكرا تو انا خلصت دوري انا خلصت دوري شباب يلا نتحرك شباب يا سياسي يلا حياكم شباب كلنا الليك تبزع التوب حسدوا فيك نهاروا ليك جوي الفليك شارع وبيت زبط الكيف يا بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترينز سامع وعارف ان احنا كينز واللي متضايق